بين القطاع الخاص الذي أعلن عدم التزامه بقرار تصحيح الأجور والقطاع العام الذي لم يلحقه بعد القرار في انتظار مشروع قانون قد يعيد النظر بشريحة ما فوق 1,800,000 تتأرجح زيادة الأجور، والتي من شأنها بحسب وزيرة المال السابقة ريا الحسن أن تزيد عجزا إضافيا على العجز في الموازنة. واحد بده ياخذ هيك اجراء يلي بياثر على كل الشعب اللبناني، مش بس من ناحيه الاجور بس حتى من ناحيه التضخم. واحد بده يكون دارسها، بده يكون اعطيها وقتها وقت كافي لحتى يحطها كمان من ضمن اطار اقتصادي اجتماعي كامل وشامل. مش نحن تحت الضغط بناخذ اجراء بنسلقه وبنقول بس مشان نتفادى الاضراب، من ناخذ اجراء يلي هو نص مطبوخ وبنمشي فيه، وهيدا عنده انعكاس كتير سلبي مش بس على الهيئات الاقتصاديه اكيد، بس على الاقتصاد وعلى العمال نفسهم. ومن الانعكاسات السلبية تتحدث الحسن عن كلفة القرار على خزينة الدولة. برأينا 360 بدون مؤسسات العامة، هلا اكيد اذا انعطى مثل ما عم ينحكى انه للإدارة فوق 1,800,000 بعد إضافة اكيد بده يكون كثير اكبر من هيك الرقم. وانا بتساءل اليوم وين بدهم يتأمنوا؟ الموازنة اليوم مثل ما هي محطوطة، وبرأينا نحن الموازنة فيها تضخم بالأرقام كتير كبير، إن من ناحية النمو أو من ناحية نسبة التضخم. بهالأرقام يلي مقدمة وزير المالية العجز طالع 6,000 مليار، فإذا حطينا إضافة عليهم هالمبلغ يلي عم نحكي فيه 360 مليار، يعني العجز رح يصير فوق 6 أكيد، يمكن 6 أو 7 7,000 مليار، وهالشي بيعني أنه الدين رح يكبر، هالشي بالتالي بيعني أنه الفوائد رح تكتر. تكشف الحسن أن مشروع الموازنة وعلى عكس ما أعلن الوزير الصفدي يتضمن في الفزلكة قرارا برفع الرسم على المحروقات بمبلغ 2,000 ليرة، فيما لم يلحظ المشروع في المقابل أي أرقام مخصصة لزيادة تصحيح الأجور. وتذكر الحسن أن التسوية التي تمت بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قضت بتحويل المبلغ الاحتياطي في الموازنة والمخصص للتغطية الصحية الشاملة والبالغ 300 مليار إلى تغطية زيادة الأجور. عم نعطي للموظفين، عم نقول لهم رح تتاكل هالزياده بالتضخم، عم نرجع نقول لهم رح نزيد عليكم من جهه ثانيه التفئه ورح نزيد عليكم سعر البنزين، طبعا بنضحك على العالم. تصف الحسن اجراء الحكومه بزياده الاجور بالخطا الكبير، لا سيما في ظل رؤيه اقتصاديه غائبه لدى الحكومه.